هاي وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ هبشروا، نزلتوا الميدان يا حميدان ولا ما نزلتوا؟ رحتوا شفتوا الجزء الاول ولا ما رحتوا شفتوا؟ احس اليوم ما في شمس كثير، الا في شمس، لا ما في شمس، الا في شمس. هذه معاناتي مع النظارات الشمسية، شمس 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 ما في شمس، شمس ما في شمس. والله انا اقول لكم شيء بصراحة، ترى انا ماني عارفة وين رايحة عشان لابسة النظارات. لا امزح، بس عشان عارفه فين رايحه. ان شاء الله اني عارفه فين رايحه، عشان قاعده اختار لكم سكه، ماني عارفه ايش اختار لكم سكه. المهم شوفوا، انا دحين بشغل لكم الكاميرتين، هذا هايدن اوكي، دبل فيو يا حبايبي. ايش تحسوا انا ماني سهله؟ يلا بسم الله. شوفوا بسم الله، خليني اوريكم كيف نطلع على السكة او الطريق العام. كيف سكة عامة نقول؟ سكة عامة ما نقول، سكة الطريق العام. خليني اخش لكم كده في مكان كده، اسوي نفسي اوه دوبنا طالع على السكة. بسم الله. بوشي، لما تيجي تطلع على السكة العامة فالطريق لسه ما هو ملكك، الطريق ملك الناس اللي بيمشوا. فانت ايش حتسوي؟ حتوقفي، هو صح ما في ستوب ساين بس كانه في ستوب ساين، تفك السيجنال وتستني الناس كلهم يعدوا. بعد ما الناس كلهم تعدي انت تعدي. انا دحين بعدي يمين، ففك السيجنال ومستنية. اوكي يلا بسم الله. شوفي لما تعدي السكة انت تطلعي على السكة اللي لاصقة في الخط تماما، مش السكة اللي بعديها، يعني عشان ما تسوي confusion للناس اللي وراكي. فبوريكم مثال على الحركة هذه العبيطة اللي الناس يسووها، هو غلط ما المفروض تسويه. بسم الله. شوفي هذا الغلط اللي يسووه على السكة الثانية. صح أحيانا ما في أحد، بس أنتي آمن حاجة لكي إنك تمشي على السكة اللي جنبك. طيب أحيانا تبي تخرجي على الشارع العام بس بتخرجي مو يمين، تبي تروحي يسار، فأنتي هنا إيش تسوي؟ تطلعي يسار تتأكد إنه الشارع فاضي عشان تحولي على الخط الأصفر. أوكي؟ توقفي عند الخط الأصفر. بعدين تستني الناس من ايش بيك كلشت، تستني الناس من الطريق من على اليمين يفضوا، فانت تحولي. يلا الله، يا سلام، سهلة. هذا اللي يصير، هذا الفرق. تو ستيبس ديك، بس عشان كنت تلف يمين فبس حتروح يمين، هنا لا توقف في الخط الاصفر بعدين تحول. اوكي حلوين. اللي بعده تبديل الخط يمين ويسار. قبل ما تبدل الخط، قبل ما تفكر تبدل الخط، ضروري تفك السيجنال. السيجنال ايش يقول؟ السيجنال يقول للناس اللي وراكي ترى هذه والله بتعدي، يعني يوسعوا له، فهمتوا؟ فك الغمازات، انا الحين بحول يمين، فك الغمازة اليمين وخدي لك نظرة كده خطافية، فهمتي كيف؟ كده يعني مش تطولي وما في احد. اوكي تمام يلا حولي، بس حركة بسيطة بس، وقفل الغماز. اليسار برضو نفس الحكاية كده. يب حلوين حلوين. طيب في شيء اسمه اليوتيرن في نص الخط، يعني في والله خدمات فاتتك ورا تبي تروحي تلحقيها، فعادة اذا بتسوي يوتيرن في نفس الخط لازم ضروري اصلا الشارع يكون مره وسيع، وفي له شيء كذا يشبه الخط، الخطوط الصفراء هذه، فكي غمازات وتحولي عليها. اوكي بس والله توقفي عندها
وتستني الطريق يفضي من السيارات، ما في سيارات جاية عليك، الطريق دحين ملكك، يلا لفي. اوكي سهلة بسيطة، شايفين كيف؟ عشان الشارع وسيع قدرت ألف، بس إذا الشارع مو وسيع ما رح تقدر تلفي. وكمان هذه الخط الأصفر ده مرة حلو صراحة، أنا ما أعرف هو موجود في كل مكان ولا ما هو موجود في كل مكان صراحة يعني. أوكي اللي بعده أبوريكم كيف تعدي إشارة حمراء. شوفوا يا حبايبي، إشارة حمراء قصدي يعني يسار. إذا عندك الإشارة بالسهم خضرة معناته الطريق ملكك أنت، أنت تقدر تروحي يسار. إذا عندك الإشارة خضرة بس ما هي سهم، يعني بس كده خضرة دائرة، معناته الطريق مش ملكك إلا لمن يفضى. فهمتي علي؟ اوكي شوفوا دحين الاشارة، شوفي دحين الاشارة حمراء، ما اقدر اعدي. لما تصير شوفوا خضراء معناتها ملكي، انا اقدر اعدي، يعني ما في غيري يعدي من السكة الثانية، بس انا اللي اعدي. حلو اوكي شوفي ما في سهم بس في دائرة، اللي حيصير انا هستنى الناس يمشوا بعدين انا اعدي. اوكي مشيت، السلام عليكم، مشكرين يا حق، كله تمام. حلو شفتوا الفرق؟ اذا سهم ملكك، اذا خضرة مدورة تستني. طيب دحين نسوي يوتير من عند الاشارة. احيانا عند الاشارة في ساين محطوط لا لليوتير، لانه عادة يكون الطريق ضيق، بس اذا ما في ساين معناته تقدري تروحي. شوفوا دحين انا ما عندي ساين، السهم مفتوح انا اقدر اروح يوتير لانه ما في غيري، الطريق هذا حقي ملكي انا كده تمام. يعني مستحيل هتوقفي هنا وتفكر تسوي يوتير، ترى مره غلط. بتسوي يوتير اوقفي في السكة حقت الايش، حقت اليوتير. اوكي دحين اللفة اليمين في الاشارة الحمراء. عندنا اشارة حمراء احيانا يكون الليجل انك تلف في يمين في الاشارة الحمراء، بس اذا ما في العلامة هذه حقت الليجل نو يوتير تقدر تلفي، بس تستني الشارع يفضي وتلفي. تلفي فين؟ في خطك، مش في الخطة الثانية. حلوة اوكي، بس شوفوا سهلة. اذا الاشارة خضراء معناته الطريق ملكك، لفي ما في مشاكل. حلو بس يا حلوين، الى هنا اكون وصلت معكم لنهاية الحلقة. اذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا اللايك وتضغط زر الاشتراك وتضغط زر الجرس كمان عشان تجيكم التنبيهات الحلقات الجديدة. كانت معكم فاطمة الجاوي من بيت شكشوكة، اشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.